هذا الحد الأربع الأخير من الشهر وبيبقى في حالة صلاة في الآخر، يبقى حاولوا تحضروا معنا تاخدوا بركة الصلاة اللي بنعملها كل شهر مرة يعني. النهاردة موضوع لو قلت لكم نشكر ربنا هتقولي نشكر ربنا على الصحة، نشكر ربنا على الوظيفة، نشكر ربنا إن خد بإيد العيال، نشكر ربنا لأنه حافظ علينا، نشكر ربنا لأنه نجانا. لما مين هيقول نشكر ربنا لأنه هيدخلني السماء؟ كل دوت اللي قلته ده في الأرض. طب وبعد الأرض؟ بعد الأرض افرض ما روحتش السماء، يبقى إيه الفايدة؟ يبقى إيه؟ ما فيش فايدة. كل ده ولادك هيعملوا لك إيه؟ بنتك هتعمل لك إيه؟ الوظيفة هتعمل لك إيه؟ الشهادة اللي خدتها هتعمل لك إيه؟ ولا حاجة. المهم أشكر ربنا لأنه هيدخلني الزمن. أشكرك يا رب لأن اسمي مكتوب في السماء، زي ما إيه في التلاميذ يقول لك ورجعوا فرحين لأن حتى الشياطين كانت تخدع لهم باسم ربنا، فقال لهم لا تفرحوا بهذا لأن في فرح أهم من كده، أهم من خروج الشياطين وأهم من المعجزات، افرحوا لأن اسمكم كتب في السماء. طب أنا يجي الشيطان يقول لك واحد زيي أنا كده أدخل السماء؟ واحدة زيي أنا كده اللي بشم وبحلف وبدين وبتنرفز، واحدة زيي أنا تدخل السماء؟ ها؟ واحد زي كده يدخل السماء؟ ده ساعات بفكر افكار شريره وساعات قلبي تعب مش نظيف، انا واحد زي انا يدخل السماء؟ اقول له ما التلاميذ كانوا كده، ما انكروا المسيح، ده بطرس انكر وحلف وشتم وفي الاخر دخل السماء. فانا عاوز اديك رجاء، مش معنى كده ان احنا نتهاون في حياتنا، لا، معنى كده ان احنا عندنا رجاء ان ندخل السماء مهما عملت. اللي فات مات، الخطيه اللي زي الشوكه في زورك ديت ما تفكرش فيها، دم المسيح غفرها لك. الحياه الماضيه اللي كلها غلط واللي عشناها في الغلط، ها خلاص ما تفكرش فيها، العمر مش هيرجع تاني، كفايه اللي ضاع منك، ما تضيعش اللي جاي، ضاع منك كتير، كتير ضاع منك، ما تضيعش الباقي القليل، القليل اللي جاي ده ما تضيعهوش، عشان كده عاوز ربنا دايما مننا حاجه. طب انت يا رب عاوز ايه مننا؟ عاوز ايه؟ انا هقول لكم عايز ايه دلوقتي. لو انت كأب، انا هكلمكم من خلال مشاعركم. انت كأب ايه اكبر لحظة بتبقى فرحان فيها؟ لما يبقى اولادك لا حواليك، لما يكون اولادك حواليك، حتى لو ابنك ما نجحش قول له تعالى يا حبيبي اقعد جنبي، تعالى تعالى كل، لا ماليش نفسي يا بابا، لا لا لا، لو ما كنتش انت انا مش هاكل، تعالى، وانت يا ماما تعالي جنبي، تعالي انت وحشاني، انت بنتي وانت وحشاني، تعالي. اكبر حاجه تفرح الاب ان هو اولاده يبقى حواليه، نفس الوضع لربنا، نفس الوضع. هو أب بس أب كبير، وكلنا نقول أبانا الذي في السماوات، بقالنا 2000 سنة وكذا بنقول أبانا الذي في السماوات، هو أب كبير
بيفرح قوي لما يلمنا، لما يلمنا كده بيفرح بينا. هو عاوزنا، عاوزنا بضعفنا، عاوزنا بشرورنا، عاوزنا باللي احنا فيه، بالعبل اللي فيه اللي فينا. هو عاوزنا، دي اكبر فرحة ليه. عشان كده قال اعطيكم سلام ولا ينزع احد سلامي منكم. وبولس الرسول قال السلام الذي يفوق كل عقل يحل فيكم. سلام يفوق كل عقل، يعني سلام كبير قوي قوي ربنا يديه لنا. ليه؟ هو عاوزنا، عاوزك جنبه، ربنا عاوزك جنبه، وربنا عاوزك جنبه. عشان كده عمل لنا السماء، عمل لنا السماء. وانا ان مضيت ذهبت لاعد لكم مكان. هما التلاميذ حزانه لان ربنا هيسيبهم، قال لهم لا ما تحزنوش لان انا ذهبت لاعد لكم مكان. هقرا لكم حته من سفر التكوين اصحاح 32، جزء جميل قوي. خلي بالكم معايا، لما يعقوب اخذ نسائه واخذ المواشيه واخذ حاجات كتير عليه وراجع عشان يروح بلده، قالوا له اسمع انت مش دريان ايه فيه؟ قالوا له عيسو جاي، هتقابل عيسو. يا نهار ابيض، مصيبه. رجع الناس كلامنا، راح قاعد يصلي، يا رب انت قلت اني احسن اليك واجعل نفسك كرمل البحر. وقعد يصلي لربنا، فعمل ايه؟ عمل ايه؟ فاخذ مما اتي بيده هديه لعيسو اخيه، 200 عنز و20 تيس و200 نعجه و20 كبش و30 ناقة و40 بقرة و10 سلال، 20 أتان و10 حمير، ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدر. وقال لعبيده، خلي بالك، ركزوا معايا ركزوا معايا، وقال لعبيده واجتازوا قدامي وجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع، يعني الخير ده كله قسمه بحيث ايه ما يدخلوش على بعض، بين القطيع دوت وبين القطيع دوت مسافة. خلي بالك، وجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. وأمر الأول قائلا إذا صادفك عيسو أخي وسألك قائلا لمن أنت؟ خلي بالك في 3 أسئلة دي لينا إحنا. خلي بالك، إذا عيسو سأل لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك، تقول لعبدك عبد يعقوب. مين اللي جاب الحاجات دي؟ عبدك يعقوب. لمين؟ هدية مرسلة لسيدي عيسو. وأمر أيضا الثاني التالت وقال لهم الكلام ده، لمن أنت؟ يبقى أول سؤال أنت لمين؟ أنا السيد يعقوب؟ ما هو دول عبيد؟ ما لهمش إنهم يتكلموا. مين أنت؟ أنت جايب خير كتير، طب أنت مين؟ أنت تبع مين؟ أنا تبع سيدي يعقوب. يبقى أول سؤال من أنت؟ السيد يعقوب. وإلى أين تذهب؟ وانت رايح فين؟ رايح لسيدي عيسو. ولمن هذا الذي قدامك؟
والهدية دي لمين؟ لسيدي عيسو. يا سلام، التلات أسئلة ديت علينا. لما تقروا أرجوكم اتعمقوا في القراية. أكيد أنتوا قريتوا القصة دي 20 مرة وعدت عليكم. أشكرك يا رب لأنك أنت هتدخلني الزمن، حتى لو كنت زي التلاميذ اللي هربوا. قال كده المسيح، قالها، أريد أن هؤلاء في الصلاة الكهنوتية اللي هي في بستان جثماني، أريد أن يكون هؤلاء معي لينظروا مجدي. ده تربت ربنا، تربت الابن المختار اللي هو بيمثل البشرية وكيل عننا. أريد أيها الآب البار، أريد أن هؤلاء يكونون معي ليروا مجدي وأكون أنا فيهم. إذن أحبائي، ربنا هيدخلنا السماء. قال كده كمان في إنجيل نصف الليل الخدمة الثالثة، لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. وقال كده، الله يريد جميع الناس يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون. أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ علشان أدي لك رجاء. ما يجيش الشيطان يقول لك إيه، أنت مش شكل تدخل السماء. إيه أنت تبقى زي القلب التونس ولا القلب بولا؟ إيش وصلك أنت؟ إيش وصلك أنت؟ أنت تدخل السماء؟ أشكالك دي تدخل السماء؟ اخرس يا كذاب، قولي له كده، اخرس يا كذاب، ده السماء ده مكاني، ده بيتي، أنا رايح عند أبويا، أبويا الحنين، أروح له بدون تكليف، بقى بيتك لما تجيلك تزورك، تقول لك يا بابا أنا جايالك النهاردة، تقول لها لا اجتمع طلب عرض حال دمغك، عشان أديك إذن تيجي تزوريني، ده بيتك، ده بيتك مفتوح ليكي. تعالي تعالي في أي وقت، السما دي بتاعتك، اوعى تفرطي، اوعى الشيطان يشككك، بتاعتك ومستنية هي ما هي إلى وقت تخلصي الدنيا على الأرض ويوديك المكان في بيت أبي. هتقولوا لي السما تسع مين ولا مين؟ أيوه في بيت أبي، منازل كثيرة. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم عري أم خليقة أخرى؟ ما فيش حاجة هتفصلني عن محبة المسيح، وما فيش حاجة هتفصل محبة المسيح عني. أنا له وهو لي، أنا لحبيبي وحبيبي ليا. هو مش هيسيبني، مش هيفرط فيا، هو عمل سما ليا. اما جهنم ده ليك عدو الخير، ليك انت جهنم، انما اولاده وبناته، اولاده وبناته موجودين في الكنيسه، موجودين في الكنيسه، بتعملوا ايه في الكنيسه؟ جايين ليه؟ جايين ليه؟ جايين عشان جايين لابوك، انت جاي لابوك، جاي لابوك اللي قال كده انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن خلاف، وخلافي في ايدي لا ياخذها احد مني، فيش حد يقدر ياخذها مني، خلافي بين ايديا
ما عادش يقدر ياخدها، ولا في يوحنا 10 ولا في يوحنا 6. انا كده ونطق بصريح العباره، اعطاني ابي الذي اعطاني لا يقدر احد ان يخطفها من يد ابي. فاذا الراي انا اعطيها حياه ابديه ولن يهلك ولن يهلك احد مني، او انا اعطيها الراعي يعطيها حياة أبدية ولن تهلك. إذا لا تيأس أبدا، وخلي عندك رجاء إن السماء بتاعتك، وقول له أشكرك يا رب لأنك هتدخلني السماء مش بأعمالي ولكن بمقتدر رحمتك. أنا أعمالي شريرة وأعمالي ناقصة، ولكن يا ربي دخول السماء ده خليني اجاهد واتكسف ان انا اعمل غلط عشان ما اكسفكش. يا سلام، صدقوني الكاهن الناجح يخدم اكتر واكتر. ليه؟ عشان يبقى فرحان بالاذكر بتاعه. الآن بارسانيوس متنيح، الواحد كان يبص لشكله كده ما يرضاش يعمل، ما يرضاش يكسر. ليه؟ عشان بحبه وهو بيحبني، وما عملش غلط عشان ما اخسرش خاطره. مرة كان جاي يزور مار يوحنا، ففي واحد من الشلة البيضة بتوع الإخوان مسلطين واحد مسيحي، وقالوا له اول ما يجي الاسقف زيد فيه. طب انت لما يزيد فيه هتاخده ايه؟ فاول ما سيدنا جه عند باب الكنيسه والجرس اشتغل، وده جاي زي صاروخ، انتوا جايين، انتوا ما بتزوروش الا الغناي، انتوا انتوا انتوا. انا وقفت بلمت صدقوني، عيب انت في وشي. انا بلسانيوس بص لي كده وابتسم، قلت له سيدنا دي واحده ما تمشيش من مكانك، استنى. قال لي فيه؟ قلت له انا بمشي بشنطه صغيره كده. ففتحت الشنطه وطلعت الكشكول بتاعي، كشكول الافتقار. قلت له سيدنا الاخ ده كان اسمه جميل، الأخ ده أنا زرته أهو، التاريخ بتاعي أهو، افتقدته أهو أول امبارح، عاوز إيه تاني؟ قال له مش عيب تعمل كده. وابتسمت وفرحت. ليه؟ لأن الكاهن بيحب يرضي سيدنا بأنه بيحبه، مش خايف منه، مش عاوز الأسقف ياخد فكرة ويزعل. فجاء بعد كده الاخ ده قال لي سامحني يا ابونا، كانت الجماعات مسلطاني انا اعمل كذا وكذا وكذا. قلت له انا مره ما تعملهاش. فهو ربنا بيحبنا واحنا ما بنعملش غلط. ليه؟ مش عشان الغلط، عشان ما نزعلهوش، لان احنا بنحب. ما ينفعش زي يوسف لما قال للمرات في طفار، قال لها جوزك ما منعش عني اي حاجه، كل اللي في البيت ده ملكي الا انت. يعني كان بيحب في طفار. احنا كده، احنا ما نعملش غلط. ليه؟ مش خايفين من الغلط ولا خايفين من الحساب، ولكن عشان بنحب ربنا مش عارفين نزعله، لأنه هو أحبنا أولا. فإذا الله يريد جميع الناس يخلصون ولا معرفة الحق يكبرون. نشكرك يا رب لأن أصبحنا ورثة، أنت أصبحت ورثة، أنت ابن المسيح، وساب لك السماء دي مكانك. عشان كده كلنا واجب إن احنا نشجع
قال لك اطلبوا اولا عشان ليك السماء. قال لك اطلبوا اولا ايه؟ ملكوت الله وبره وهذه تزاد لكم. انا ليه السماء اطلب دولارات ولا اطلب اي حاجه؟ انا اطلب الحاجه اللي هو ملكوت الله، بحيث يملك علينا ويملك على العالم. احنا مديونين لربنا، مديونين لي بحاجات كتيره. انت مديون انك تعرف الناس وتجيب الناس، اللي بيحب ربنا يجيب الناس. انت جيت النهارده الاربع اللي جاي تكون جايب واحد معاك وتكون جايبه، والكلام ده قلته كتير، تكونوا جايبين ناس معاكم. او اللي بيحب ربنا يعمل كده. ربنا يبارككم ويحافظ عليكم للمجد في كنيستي الى الابد امين. انا خلصت بدري عشان حاله الصلاه اللي احنا هنعملها دلوقتي ان شاء الله. خفض النور شويه عشان الناس دي، عشان ده اول ما بيصلوا بيجروا. الاول ايه؟ في هدايا للناس ديت.